السلام عليكم، تحية طيبة من عند الله. وبعد، لي سؤال رجاء الإجابة عليه. هل يجوز في صلاة الفرد أو النافلة أن أدعو عبد قراءة التحديات؟ إيه ده؟ أن أدعو بعد قراءة التحية، بعد بقى. وطبعا بس إذا كاتبها يعني كلها ملخبطة خالص يعني. أن أدعو بعد قراءة التحيات بقى، مش التحديات، بأي نوع من الدعاء، مثل اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات مثلا، إلى آخر الدعاء. وآخر ماشي، أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خير. مع الاعتذار طبعا الحروف كلها يعني لا لا، وطبعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ. يعني قضية الدعاء بعد التشهد ورد فيه المأثور، فهو جاب المأثور وخالط، خليه في النهاية يعني اللهم إنا أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. هذا ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتفي به ويكتفي بما بغيره من المأثور. نعم، لا مانع في الدعاء التحيات، أنا ما جودش فيها يعني. خليك أفضل بالإيه، التزام بالمأثور يعني. طيب، ساعات يا شيخنا كده واحنا بنصلي الامام بيطول شويه، فانت التشهد بتاعك غير التشهد بتاع، سرعه الاداء يعني بتفرق ما بين شخص للتاني. فلو الامام طول وانا مش لاقي حاجه يعني، خلاص خلصت المأثور، نصمت يصمت لا مانع. تمام، اذا كان مش هيسرح بالصمت. ايوه تمام، جزاكم الله خيرا.